أنا رح أعترف بكل شيء. سهام كانت مأمنتني وكنت أشتغل كل شغلة وغطي عنا لما تتأخر أو إذا غادرت قبل نهاية الدوام. وأنت استغليتي هذا الشيء، اختلستي من صندوقها وحملتي المسؤولية. كنا أنا وزوجي محتاجين لمبلغ كتير كبير وما كان قدامنا غير هاي الطريقة لنحصل على هذا المبلغ. ولما ظهر النقص اكتشفت سهام اللعبة اللي أنا لعبتها وقررت إنها تبلغ عني. وهيك ما ضل قدامك غير إنك تقتليها لحتى تخلصي حالك، مزبوط؟ اتصلت فيها وقلت لها إنه رح رجع المبلغ اللي أخدته ورح أعترف بكل شيء سويته، واتفقنا إنه نلتقي الساعة 10 المساء. والمرحومة مرت على المطعم وجابت عشا معها. حوالي الساعة 10، وهي عشا مثل العادة ما فيها جنس اللحمة مثل ما بتحبي. أي يسلموا إيديكي. جيهان خانم، ممكن أعرف شو قلت هالأصل اللي طلعت منك؟ سهام معك حق، بس والله مو بإيدي. بس بوعدك إنه أنا رح أتصرف. عاتبتني ولامتني كتير وأنا حاولت امتص غضبها لتثق فيني. لما خلصنا أكل لمت البقايا وحطتهم بسطل الزبالة. سهام، فيني أطلب منك طلب؟ خير. بدي استعير الاكسسوار الفضي اللي عندك. تكرم عينك. بهالوقت كان ماجد راجع من حمص وحاطط جنبه تمثال لإلي صنعه بإيده، وصار يسرع قدام الرادارات مشان يكون بإيدنا شي يثبت براءتنا. خلينا نقفل المحضر. سامي وين صفي؟ لا عم قول له كنا متعرفين عليه من قبل، كان عملنا تمثالين، واحد إلي وواحد لمرتي. فور المحضر والحاني.